من السوشيال ميديا بقى الخاصه باللعيبه المحليه نروح للسوشيال ميديا العالميه، وهنبتدي باحتفالات النوادي بلعبتهم بذكريات حصلت في اليوم ده. نبتدي مع نادي فانكوفر وايت كابس، واللي بيلعب ليه طبعا اللاعب المصري علي غزال، اللي سلط الضوء على اختياره ضمن قائمه المنتخب الوطني استعدادا لمباراه النيجر يوم 8 سبتمبر الجاي، وهنقه طبعا على الحساب الرسمي للنادي على تويتر. كمان احتفل نادي توتنهام على حسابه الرسمي على تويتر بذكرى الظهور الاول لهاري كين مع الفريق، وقالوا في هذا اليوم عام 2011 كان الظهور الاول لهاري كين مع الفريق الاول. نادي تشيلسي كمان على تويتر اتكلم عن اول جول احرزه اللاعب ايدن هازارد مع تشيلسي، وكاتبوا ايدن هازارد سجل هدفه الاول مع تشيلسي في اليوم ده من 6 سنين قصاد نيوكاسل. ليفربول كمان احتفلت على حسابها على تويتر باول ظهور لالبرتو مورينو بقميص الريدز، وده كان من 4 سنين. نشرت صحيفه البريمير ليج على تويتر كمان صوره لمحمد صلاح، وقالوا منذ بدايه الموسم الماضي شارك محمد صلاح في 44 هدف، 33 هدف و11 اسيست. كمان نشرت صحيفه بلاتشر على الفيسبوك صوره لعثمان ديمبلي، وكتبت في هذا اليوم من العام الماضي وافق برشلونه على صفقه عثمان ديمبلي. كمان نزلت الصفحه الرسميه لليوفنتوس على انستغرام صوره كريستيانو رونالدو بتيشيرت اليوفي اللي هيلعب بيه اول ماتش ليه على ملعبهم كمان شويه قصاد لاتسي، وكتبوا نعود لبيتنا. وعن اصابه لاعب بايرن ميونخ كينغسلي كومن في ماتش امبارح مع هوفنهايم في الدوري الالماني، واللي اعلن عنها بايرن ميونخ الالماني النهارده انه اتعرض لتمزق في اربطه مفصل القدم اليسرى. نشر تياجو الكنتارا لاعب بايرن ميونخ الالماني صوره لاصابه كومن في الماتش على حسابه على تويتر، وقال جت ويل سون او تقوم بالسلامه. كمان كتب روبرت ليفاندوفسكي على حسابه على تويتر منتظرينك يا كينغسلي وهترجع اقوى من الاول. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نستقبل معاكم ضيفنا الاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي في جريده الاهرام.